السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة خلطبيطة. النهاردة يا جماعة هنعمل لكم كيكة البرتقال. معانا 4 بيضات، معانا كوباية زيت، كوباية سكر، كوباية إلا ربع برتقال، معلقة كبيرة بشرة برتقال، باكو فانيليا، باكو بيكنج باودر. هنحط البيض، نحط السكر، وهنحط باقي الفانيليا. هنجيب المضرب بتاعنا، تمام. برافو، لغاية اللون ما يفتح معانا كده بالشكل ده يا جماعة. هنحط الزيت بقى في المرحلة دي، كوباية زيت، كوباية إلا ربع برتقال، وبشر البرتقال، معلقة كبيرة. كده خلصنا المكونات السايلة، نخش بقى ايه، نحط الدقيق بقى دلوقتي، 2 كوباية دقيق. في رشة ذرة ملح حطيناها، وفي باكو بيكنج باودر. هنقلبه كده المكونات كلها مع بعضيها بقى، 2 كوباية الدقيق اللي لسه حاطينهم، بس المرة دي مش عايزين نقلبه كتير، يعني ايه، تقليبة بسيطة. جبنا صينية ودهناها زيت يا جماعة، اهي. طبعا هنحط الخليط بتاعنا، خلصنا الخليط اهو، حطيناه في الصينية، نحطها في درجة حرارة 180، من 30 لـ35 دقيقة. طبعا الفرن اللي بيولع من قبليها يا جماعة، تابعونا. الكيكة طلعت من فرن يا جماعة، شكلها روعة، جربوها هتعجبكم. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة ليصلك كل جديد.